فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم وكيل اعمال اللاعبين لطفي زروق. راح بك من جديد سي لطفي. اهلا وسهلا، ان شاء الله المستمعين يستمتعوا معنا وتكون حسه يعني ان شاء الله تقنع ويعني تقنع وتعطي حقائق يعني. قدم شويه الميكرو سي لطفي. تفضل سيدي. باهي، وينك اليوم؟ ما عادش تخدم برشا؟ لا، انا عايش في الامارات ومتعامل مع شركه فرنسويه وشريكي اماراتي، فنخدموا اون جروب. اليوم كل لي زاجون لي انترميديير مع تاجون لازم يخدموا دي كابيني تاع 4-5 مع بعضهم. الاسماء الكبار اللي تشوف فيهم يعني قليل، الناس كلها اون جروب يعني كلها تخدم بكابيني تاع 4-5. يعني عندي 2 فرنسويين، 1 اماراتي وواحد سعودي، نتعاملوا مع بعض وعاملين عقود مع بعض. ودائما يا في البدايه يا مع اللاعب يا مع النادي او يعني بين البنين، يعني تكون عندك علاقه في العمليه. اما يعني اون سو كومبليت الاربعه، يعني علاقتنا قديمه. بس شكون عندكم لاعبيه؟ ما عندناش مدربين توا. عندنا لاعبيه، عندنا في تركيا، وعندنا هذا اجيبو كامارا يلعب في ليل اللي توا ريال تحب تاخذه مبلغ كبير 35 مليون يورو. عندنا داو غيني يلعب في تركيا طالبينو دي كلوب اوروبيان، وبوبينزا زاد انا مع 3 فرنسيس يعني ومطلوب في الكلوب انجليز ميور بيتور في تركيا. والاخراني توا بيروفيان يلعب في هولندا. يعني مازالت العمليه كي بدات وان شاء الله تتوفر. يعني هذا سيرجيو بينا. فماش توانسة؟ لا، توانسة صعيبه شويه. توانسة علاش؟ فاهمك حاجه، الملاعب التونسي في الانديه الاوروبيه الكلوب اوروبيان جينيرال دائما يسميوه دي جوار اريسك، يعني اذا وصل معك مليون مليون ونص مليونين. الوغ الساحه نتاعنا احنا في تونس الملاعبيه مش موجوده دو كاليتي صراحه. يعني هاك تشوف ليكيب ناسيونال اي لا مش موجوده، مش موجوده. هذا لو مونتال ضعيف، مش قصه تكنيك، قصه بريزونس، يا مونتال كي فابل. فهمتني؟ الملاعبي ما يستعملش مخه، فهمت؟ يستعمل اكل البدن نتاعو وسقيه. مي اوني دو بونز اتلات. لهنا مش لهنا الدوري كنتوما كوكلاء باش تسوقوا للاعب. انا حسب انا دائما الجو افريكان هو الاقرب، من غينيا، من نيجيريا، فهمتني؟ ديما الجو افريكان يعني يجيك برودوي فيني اتراد دي اكاديمي، اكل الاكاديمي تسلمك الملاعبي، فهمتني؟ تو نيغوسي ويا الثيرد باتي، الباتي الثالثه اللي هي تستقبل اللاعب. دائما مع عمليه بواحد اثنين ثلاثه. اخر لاعب تونسي خدمت معاه شكون؟ ما اتذكر. انت تعرف القصه يعني يوسف زاكي طبعا. من وقت من يوسف زاكي ما خدمت مع حتى احد. J'ai participé في ولاية ديفونسور المستير نادي الوحدة الإماراتي. علي زهير. علي زهير تبارك الله عليه، أخلاق وخلق وفهمتني. خدموها مساوى. مش أنت خدمتها؟ لا، أنا 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 مستشار رئيس ذاك. أنا فهمتك. أنا أعطيت فيه فابورابل وناجح قاعد غادي. ما شاء الله عليه، نجاح اخلاق وخلق وكره ونجاح وحبوه باش 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 في راس بالعربي في الامارات. في راس ما شاء الله عليه، قبلته ونشوف كونتاكت معاه توا ماشي العجمان اظن يحبوا عليه يصوت في رقه. ما شاء الله يعني هو قال مش راجع يعني. يعجبه حتى انا حكيت معاه، عجبه الجو غادي ولقى راحته ولقى ملاعب وبنيه تحتيه كبيره برشا. انا صراحه بعد العيفه 2007 بلال العيفة كملت مع 2013 ليكيب تاع 2013 اللي لعبت في الامارات كوب دي موند دي كلوب كوب دي موند دي موند دي 17. يعني الكاليتي بدات تطيح، ثم ملاعبيه منهم بالعربي فراس، منهم نغموشي، في ثم ملاعبيه الوحيد اللي مشى لالمانيا لريغوش
فهمتني؟ محمد راقع الاجبار. محمد راقع، فما تلقاش ملاعبيه مع لاعبيه المونتال ضعيف. هو اصله جاي من غادي مش مشي بعدين. اي اصله جاي من غادي، فالمونتال تلقاه ضعيف. انا شفتهم الاتاكون تاع ليتوال حازم حاجه حسن. حازم حاجه جنبه اذا تلقى مصيبه توا كيما في الكلوب كي تحكي مع البو العبيدي تسمع مع بو تحكي انت تسكر الباب. تسكر الباب تفهم تفهم الاولاد ان اوكين شانس ولا كارير مع الوالدين. دائما الوالدين توا شو اسمه تاع ليتوال ديفونسور شو اسمه كشريدة؟ لا التوه اللي هنا في قطر ديفونسور ليتوال في قطر شكون؟ اللي كان ديفونسور سنترال في الكيب ناسيونال لعب في موناكو. ايمن عبد النور. ايمن عبد النور، ايمن عبد النور خويا. انا قصه غريبه، انا جاي معايا ليونار جاردين جا لتونس وجاني معايا الدكتور سبورتيف والبريزيدان شافوه مع ليكيب ناسيونال ربحنا خمسه وقت وتولوز قاعدين معانا. يعني مشينا تعشينا مع حسين، يعني قال له عثمان برا تعشى معاهم، حكينا 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 مع الملابي. قال لي لا، الصدف من براغا مشى السبورتينغ، من بعد سبورتينغ مشى الموناكو، هو خلط الموناكو الاخر في تولوز. عبد النور تلقاو مع بعضهم ولقاه قدامه يعني من حظ. حليت لي برضه زوج قويس وما كملتليش. بلال العيفة حبيت تقول عليه. قصه غريبه في حياه الكره. انا مساكني اكبر ملاعبي دوموندي في اوروبا، عطوني فيه مليون و200 الف يورو في 2007 شافوه في تورنوا نتاع مونتيغو. إلي بوب قال لي هذاك. يعني من ليكيب كلها بلا العيفة. قعدت معاه حكيت معاه، كان عنده كل لاعبين الله يسامحه، فهمتني؟ وبعد ايدي العائله الفريق الكل هبطوا للدار عليه، كل شيء عملناه حاضر قبل ما نهز عاطف تخيل للوحده ونهز يوسف المساكني. بديت بعد كنت باش تهز ماشي البوردو. يعني هو الوحيد لا ينشونس كبيره باش يلعب لو نيفو. شنو صار بعد؟ علاش ما كملش بيلي؟ شدته الكلوب صح له كنت وقتها يحق جمعيه زاد. تو برشا الوكلاء هذوما اللي يعطي يقولوا بلغتنا يهبلوا في الملاعبيه الصغار كما برمضان والا حتى شهاب العبيدي والا يبداوا صغار عطاو شيء لجمعياتهم. معناها يا استاذ انا لو نيفو انت تلوج مازال تلوج جمعيتك لو نيفو وشويه مليون كل واحد يجبد روحه زاد. مليون يورو يقول لك حقي زاد. مليون يورو شويه وليد عمره 17 سنه عطاو مليون يورو. مليون يورو عمره استاذ من للكلوب من عند بوردو. بوردو للكلوب. إلي بوب لاخر دقيقه قاعد يستنى فيه واختياره هو خاطر متعب. كي ليكيب ناسيونال لعب موان 17 لعبت في مونتيغو فيها ازار. يعني ربحنا بلجيكا بنتيكي زاد وبنتيكي في التورنوا هذاك شافوه. وحازم حاجه حسن شنو حبيت تقول؟ حازم حاجه حسن بو كيف كيف بو حب هو يكون وراء العملية حب يزول أوروبا. مشي لأوروبا مشي لعب في بوردو. بوردو هي ما ملعبش يعني لعب شوي لعب شوي. أما دائما الودي أما الموجود لجان بش يخدمه بش يزول أو نيفو ولا بش يخليه قاعد. واللي أنا في واللي يوسف اللي كنت منيته لعب في ليل خاطر أكثر كلوب. أما قدم لاعبي ما يكلم كلوب يتدخل ألف جان في العملية انتهى الملاعب. أعطاك شي فلوس يوسف مساك؟ لا مش قصة فلوس، أنا الموضوع انتهى. سكرته. أنا عمري يعني ما عدا في ملاعبي واحد عمري ما دخلت لا فيفا ولا شكيت. ما صارش اتصال بيناتكم ولا حاجة؟ لا 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 في الموضوع يعني. باش قبل هيك جبت على جارديم اللي نعرفه جبته للكلوب ظهر لي في وقت من الأوقات تقرحته على سليم رياح. ليونار جاردين. اللي عمل نذكره كارديو فينال مع موناكو في الشامبيونز ليج. اتصلت فيه وأنا في زوريخ. وسليم يعني قال لي جيبه لي. عملت مجهود اكبر مجهود، تعبت في 24 ساعه باش يسمعني وخدت طياره معايا وجا لتونس. جبته لتونس وقابلته في قمرت مع سليم الرياحي، قعد معاه ساعتين وكان مقتنع. والجماعه الله يسامحهم اللي كان معنا صالح ثابت في العشاء
صلاح حفيبتي و... صلاح حفيبتي سمعني في العشاء و... والأستاذ رياحي كان عماد رياحي كانوا في العشاء و... وفي الأخير أخذوا القرار قالوا لا نمشي للمدرب التونسي فهمتني. من بعد سليم رياحي جانا اتصل فيا قال لي كلمني قال لي كل لندن جبتوا لي وكذا راني في سبورتينغ لشبون ومن بعد تبعنا موناكو علاقتي معاه كبيره ياسر يعني من احسن الاشخاص اللي قابلته بحياتي. على ما خذيت سليم رياحي وقتها؟ على خدمة رياحي خذ المجموعه اللي بعثهم باش بشيخ رايهم خيروا ياخذوا انطونا التونسي اللي هما شكون؟ صلاح حفيبتي صلاح حفيبتي و و والاستاذ رياحي عماد رياحي خيروا يجيبوا فوز البنزرتي وقت كيف وانا صاحبي فوزي ولكن انا وقتها حاجه مستحيله و200 الف دولار مده 3 شهور وقت البلاي اوف ستاف كامل ستاف كامل بالفلوس ها بالفلوس وبالفلوس قلت لك بعد شهر عملي تليفون قال لي هاك اللي جبته لي وجبت ومع سليم جبت كادرون باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جبته قابلت انا وياه في قامات نفس الشيء مع منتصر قعد مع منتصر يعني فانا مع سليم الرياحي كان علاقه طيبه جدا تعرفنا من مستوى الامارات علاقتي كبيره معه الشيء الوحيد توا يحكي لي في الاوف كما تقولوا انتم اصحابه يقول لي كان يقولوا لي رد بالك منه لو مكشخ رد بالك منه مكشخ قلت انا جبت عاطف تخيل انا عاطف جيتو في الامارات قلت له يحب يروح قلت له عندك دو شوا يا الترجي يا الافريقي واللي حاضر معنا لطفي بن زاتي قلت له اختار وشاهد معنا اختار قال لي الافريقي كلمت ميلاد علاش اختار الافريقي؟ خاطر كلوبيست خاطر كلوبيست خاطر اخوته كلوبيست هي كلمت ميلاد مهدي ميلاد مهدي ميلاد مهدي كهو عمل اتفقنا و يعني تعامل معهم بنفس الشيء سياسات الكلوب الاسبيرانس يعني ما دخلش الانتماء لا لا دمج انتماء دمج علاقتي مع الصفاقسية كبيرة ياسر ما عندك لليوم من ايام الزحاف يعني لليوم علاقة عملت معهم احلى احلى عمليات يعني اهمهم شكون اهمهم تيميا الماليان لاتاكو اللي هو اللي هونداي اللي هزيتو الامارات تيني مانداي تيني مانداي هزيتو خاطر بين تراوري وبين هو نجح برشا 2004 2004 في الجوز اولمبيك في في اليونان بينه وبين بين تراوري هو ما كتلاثة بونتو في الماتش كنت الجريس ما كتلاثة بونتو دونك جاني نصر البدوي اليونان وفينا العملية في اليونان برشا صفقات دونك و... لا الحمد لله نبيل معلول نبيل معلول انا هزيت الاهلي جده عبد القادر الحسن العقبي هذوك من الثلاثي يعني هذوما الاهم لا من ثم برشا اهم جبت ماليتولي لوال باش نرجعوا ايضا كيف كيف يانيك نياك انا كنت نخدم مع سليم لانه سليم ناخذ معاه مساحه كبيره عرفت يسمعني انا هو في طلعته وانا قريب ليه يعني باش نجيك على سليم بعد كيف كيف جبت ايضا من لعبيه دياكيتي كيف كيف دياكيتي هزيته من نادي من سبيرونس للنادي الجزيره الاماراتي خذيت جنسيه لعب 14 سنه في الامارات ما بالنسبه كيف كيف يانيك نيانك يانيك نيانك كيف كيف اختيار الرئيس قال لي الملاعبي هذا انا غلطت جبت له كاميروني اخر قال لي لا قبل هذا رئيس صاحبي رئيس حمد المد اي رئيس نتاع الكلوب الجزائري قال لي لا لا تكون تاع بجايه فهمتني ما نعرفوش انا مشيت شفته عجبني حكيت معاه يحب يمشي للاوروب وذاك السوت فاهم صار لي بين وبين رئيس الترجي شنو السوت فاهم؟ اللاعب يحب يمشي للاوروب رجعت له يعني ما لقيتش حال كي ما رجعوا معايا وشافوك ما عجبهم انتمائي وصداقتي الحمد لله مندب والتاريخ يشهد قال لك انت هربت من الملاعب يعني حسسني بالذنب وهو مستحيل الملاعب يحب يلعب في اوروب في اوروب وبشهود وبالاوراق اللي عندي في الاخير يعني ربي وفقني انه رجعته من جيمريس انت رجعته ست مرات يحجز الرئيس تاعهم تذكره الطياره باش يروح للجزائر ونبدلوها
ومبدلوها مبدلوها في الاخير قلنا لهم خلينا نرجع للجزائر يا إيه يا لا، وما أنه أنا أقرب واحد اللاعب. فقال جاري خرجت من جيمارس، لقيت أنا رياض في وسط الطيارة من تونس للجزائر، جاي جيمارس ليزبون روم تونس ألجي، رياض معاي مشينا وفينا العملية وسحب الإسبرانس 3 سنين. به أيضا من اللاعبية موسى مريكا، الملاعب اللي كان في بورتو مكسر الدنيا. موسى مريكا انا شفته في بعد شفته في البرتغال، ممكن انت اما لا مش انا جبته، اما من الغرائب انا اظن حمد المدب ما اظن يعني انا دائما هو يستشير ستاف، فهمتني، ستاف اللي كان موجود قرروا يجيبوا يانيك جانك، اما هو ما يجيب فيك هو مش مختاروش، يعني شافوا فيديوهات شافوا واحد واختاروا وصحح معه الستاف الله يسامحه ستاف تيكينج اللي موجود وقتها اختار انوير رجع خالد بن يحيى وقتها. انا ما نتذكرش اما الستاف هو اللي اختار. تتذكر كانت ما تذكرش شكون اللي يتذكر مات اختاروا انوير يرجعوا يانيك جانج. من اخر الملاعبين بسميهم يانيك جانج يعني ما نجحش في سيو يعني عرفت ما نجح كان في الترجي صحيح ولد ما نجح كان في الترجي يعني انا حبيت نقول لك انه الله وفقه وفقني انا في اي عمليه نعملها الحمد لله. اخر لاعب بسميهم لك ماليتولي. ماليتولي من احسن بدايه ماليتولي من احسن من ابرز حاجه في حياتي. كي جبته ظهر لي ما قبلوش ما قبلوش، قلت لك شاد الكره تنخبط الكره ضيع بيناتي كنت للمرسى. بعد ما قالوا شكون هذايا فوتون جايبين واحد من رومانيا عامل فهمتني اختار ما اختاروش مستحيل قالوا هذا فهمتني. وبعد ولا من نفس المحترفين دخلوا تونس وهزيتوا الاتفاق السعودي لانه ما عادش حب يرجع. متابعه كثيفه قاعدين يتابعوا فينا خبر الترجي خاصه يحبوا يعرفوا اخر الاخبار نتاع الترجي خاصه انت صاحب كما كنت تحكي صاحب برشا انت رئيس النادي يحبوا يعرفوا شنو جديد في الفريق. خلينا اسلام لطفي على الاخبار توا وبعد نجي نحكيو في الموضوع. استنونا بطبيعه الاخبار مع سهيل السمعي وبعد رجعي